السلام عليكم، انا اللاعب هاجر عشاق، كنلعب مع فريق شابات امل وزان المنتمي للقسم الوطني الثاني. صراحه المباراه دازت في اجواء جيده، صراحه رغم يعني التعب اللي لحق بنا لجراء المسافه الطويله والوصول ديالنا المتاخر، الا ان اللاعبات يعني قفلنا على مستوى كبير، وصراحه يعني العزيمه هي اللي جعلتنا نرجعوا في المقابله ونحققوا ثلاث نقاط مهمه يعني على بعد يعني دورات قليله من نهايه الموسم. صراحه البطوله النسويه كتعاني مشاكل كثيره، يعني ربما يعني رؤساء النوادي هما ادرى بهذه المشاكل، خصوصا يعني قله في الموارد يعني الماليه، خصوصا ان الجامعه الان يعني اخرت اليوم الشطر الثاني من المنحه، واللاعبات كذلك يعانيوا بشكل كبير من البرمجه، لان برمجه المباريات في بعض المرات ما كتكونش مع يعني مع يعني كان هناك لاعبات يعني كيخدموا لاعبات يعني في الدراسه ديالهم، البرمجه كتكون شويه مجحفه في حق اللاعبات. وكنتمنوا ان الجامعه الوطنيه ان تلتفت لكره القدم النسويه، لان هناك طاقه بشريه قويه اللي بامكانها ان تقول كلمه.